وده معاد فقرة السوشيال لاب اللي من خلالها بنشوف المشاهير بيعملوا ايه على السوشيال ميديا. ونجمة السوشيال لاب النهاردة أمينة خليل اللي منتظرة عرض فيلمها الجديد وش في وش، وبيشاركها في البطولة محمد ممدوح، أنوشكا، أحمد خالد صالح، محمد شاهين. وكمان بتشارك الفنان آسر ياسين في بطولة فيلم شماريخ اللي من إخراج عمرو سلامة. تعالوا نبدأ من الإنستجرام. بيتابع أمينة خليل 4,500,000 متابع، وهي عاملة فولو لأكتر من 2,000 متابع، منهم نجوم من الوسط الفني زي كريم عبد العزيز، أكرم حسني، وإنفلونسرز وبلوجرز من مصر والوطن العربي. ونشرت لحد دلوقتي حوالي 539 صورة وفيديو. تعالوا نشوف الصور عبارة عن إيه. أمينة خليل من النجمات اللي ليهم حضور كبير جداً في المناسبات الفنية، فلقينا أنها نشرت أكتر من 200 صورة ليها وهي في المهرجانات الفنية، ودايماً بتتميز باختياراتها لللوكس بتاعتها. أمينة خليل بتحب جداً من فترة لفترة تعمل فوتو سيشنز، فلقينا أنها نشرت أكتر من 50 صورة ليها في فوتو سيشنز، وبتحب جداً تظهر بالناتشرال لوك في معظم صورها، وطبعاً معظم الأكاونت صور لأعمالها وكواليس لمسلسلاتها. نروح من الإنستجرام للفيسبوك. بيتابع أمينة خليل 2,500,000، وآخر بوست ليها إعلان عن فيلمها الجديد. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرة السوشيال لاب.